معقوله عرفت تطلع الفلوس من مسعد؟ بجد انا بعتذر لك، انا ما كنتش مصدقه اللي بيقولوه عليك. عيب الانسان مش بيصدق الا لما يشوف. انا خدت 25% العمولة، ولو ليك حق عند العفريت اجيبه لك. طبعا، بس هو لازم يبقى حق. مش بجمع يعني، لو كنت عايزه حاجه مش من حقي. ماليش فيه، انا ما بمشيش غير في الحق. حتى لو كانت الحاجه دي مش فلوس؟ أرض. لا، بني آدم، بس مش زي بقية البني آدمين، حاجة سبيشال قوي. طب أنا أستناك برا بقى. ماشي، سلام. سلام. أنت عايزة إيه بالظبط؟ إذا كان رجالتك فهموا فأنت ما فهمتش؟ ولا أنت بتتكسف؟ بتكسف. لا مش هينفع، انا لازم اتجه. بس انا عايزاك في موضوع مهم. اهم من ده؟ بجد اقعد. مش انتوا ولاد البلد بتقولوا عشان يبقى فيه عيش وملح؟ بس احنا عدينا اللقطه دي. بابلو، انا عايزه نبقى اصحاب. انا عندي في دماغي حاجات جامده جدا ممكن نعمل بيها بيزنس حلو قوي. الصحوبية خارج الشغل، الاتنين مع بعض ما ينفعوش. بص يا بابلو، أنا ست وحدانية، ومن بعد ما مات جوزي حاسة إنه كل الناس طمعانة فيا، وأولهم مسعد. أول مرة أحس بالأمان وأنت موجود. ما أنا هفضل موجودة، هحضر في أي وقت. المهم هتبقى موجود إزاي؟ إديني فرصة أشرح لك، ممكن؟ رسيني. طب ممكن نعمل ده بعد ما ناكل عشان أنا هموت من الجوع. مفيش بقى 50 شاي. من عينيا. ايوه مدام شاهين. ايوه يا حياتي، حضرتك مستنيكي بره في الريسبشن. هو قلت له حاجه؟ لا خلاص، شربي حاجه من تحت. بابلو، عشان خاطري في سلم في المطبخ، ممكن تنزل منه؟ سلم الخدامين.